إنسان اتخلق حر ودايما بيدور على الحرية في كل وقت وكل زمن، بس طول الوقت الاستبداد بيلعب، ده صراع عمره من عمر البشرية. الأقوياء مستبدين ضد الفرد، الطغاة ضد الشعوب. بتسكت الشعوب على الطغيان كتير، لكنها بتصور وبتطلب حقوقها علشان تبني مستقبلها وتقرر مصيرها وتحكم نفسها بنفسها. بس ازاي؟ ازاي يحكم الملايين نفسهم بنفسهم؟ بعد تجارب كتير فشل منها اللي فشل ونجح منها اللي نجح، وصلنا الى الديمقراطية. الشعوب سعت دايما عشان تحصل على حقوقها، وده من خلال الأنظمة اللي تديها الحقوق دي. كتير منها فشل لكذا سبب، منها المصالح الشخصية والتمييز الغير منطقي لأفراد الشعب أمام القانون والتحكم في رأس المال والظلم في توزيعه. ومن الأنظمة دي الديكتاتورية، وهي أن فرد أراد تغيير مسار شعبه على رؤيته الخاصة باستخدام قدرته على التحكم بالشعوب عن طريق قيادة عسكرية له، وهو حكم مستبد لا يتقيد بقانون أو دستور. الاشتراكية، وهي نظام اقتصادي وسياسي يعتمد على المساواة والتحكم في الممتلكات وتقليل الملكية الخاصة، واعتبار الحكومة هي الأم لهذه الشعوب. الديمقراطية، وهو نظام العصر الحالي اللي المواطنين فيه بيقدروا يكرروا السياسة العامة للدولة وبيختاروا القوانين اللي تخليهم متساويين في الحقوق والواجبات. الديمقراطية بيأثر عليها حاجات مهمة زي العولمة وسيطرة رأس المال والقوة العسكرية. رغم القهر أم صغر وزام، وفي أسبوعين زلزل حصون الجلادين هد النظام فرص جميل المفسدين. الديمقراطية ان انا يعني اعبر عن رايي بمنتهى الحريه والصراحه، وفي نفس الوقت ما احجبش عن راي الاخرين، احترم راي الاخرين. الديمقراطية ان الناس تحكم نفسها بنفسها، مش لازم حد يكون فيه، لازم يكون فيه سيطره على الواحد من سواء من حكومه او من اي حزب او من اي فصيل. الديمقراطية بالنسبه لي ببساطه مش مجرد حكم أغلبية، لكن الديمقراطية بالنسبة لي هي وسيلة أنه كل واحد الشعب قادر يعبر عن رأيه، وأنه في النهاية صحيح مطلوب من الأقلية أنها تقبل وتحترم وتخضع لرأي الأغلبية، لكن كمان مطلوب من الأغلبية أنها ما تقهرش وتخضع الأقلية بالقوة الرأية. Donc je disais que pour moi la démocratie, elle est jusqu'à présent, elle passe par les élections importantes, enfin les élections démocratiques, mais je suis aussi très au suffrage universel, c'est-à-dire les sont élus par le peuple qui élit les représentants du peuple. Mais je suis aussi très sensible au fait que c'est important qu'il y ait un contre-pouvoir à chaque fois pour qu'on puisse avoir des lois les plus proches du peuple. La démocratie pour moi c'est une façon de... C'est un pouvoir qui est donné au peuple. Chaque personne peut exprimer ce qu'il veut et c'est la liberté d'expression pour tous. Et c'est vraiment tout le peuple peut gouverner ensemble. Et voilà. Démocratie, مثلا حرية التعبير عن الرأي. أي حاجة وحشة في البلد أقدر أعبر عنها بأي طريقة من غير ما أي حد يقول لي تغلط، انت بتعمله ده بتغلط في كذا بتغلط في كذا. الديمقراطية هي بمعناها المفهوم ليا هي ان كل واحد ياخد حقه والعدل يسود البلد والقانون يتطبق على الجميع. Yeah, for have a democracy you need some equality.
equal people, that means that people have access to some money. Here it's a very sad country for me because it's too complicated for people, and there are so much injustice. This injustice is corruption that coming from the high level, from the military people to the... And for me it's very complicated make a job here. I am a journalist and I can't work. I can't work because we have so many problems. We are in harassment, and this is not democracy. And I think you are not free. For me this is a military country, because when you try to make a picture on the train or in a bus, people start to see. Why they see? All the people thinking that we are a spy. All the people who have a camera is a spy in this country, and it's very sad for you and for all the people. Democracy means freedom. Freedom means justice. And if there are not justice, if there are not freedom, if there are not equal economy opportunities for all the society, there are not democracy. الناس هي اللي بتشكل المكان والأوبن سبيسز دي هي الأداة اللي بتغير في المجتمعات، لأن أنا بدي فرصة للناس إنها تتفاعل مع الأحداث. الأحداث الأخيرة يعني أثبتت إن الباور أوف بيبل هي أقوى من أي حاجة. بالرغم من غياب التكنولوجي، الناس قدرت تجمع بعضها تحت هدف واحد. فأنا شايفة إن الديموكراسي إن أنا أخلق مكان للناس يقدروا يكسبيرينس ذير أون أيدنتيتي إن أن أوبن بابليك سبيس. معظم الميديا في العالم ما بتحققش ديمقراطيه بشكل مضبوط، مع ان الميديا من اهم الحاجات اللي بتكون راي عند الناس وبتخليهم عندهم اتجاهات معينه عايزين يوصلوها للميديا تاني عشان الناس من غيرها تسمعها. وهي دي العمليه التبادليه اللي لازم تحصل بين الميديا وبين الناس، سواء كانت البدايه عند الميديا او عند الناس. ودي شكل العمليه الديمقراطيه اللي لازم الاعلام يلعب فيها دور كبير. وده مع الاسف ما بيحققش عندنا، عشان كده الناس اتجهت لاساليب اخرى زي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب، عشان هو فيهم مساحه كبيره من حريه التعبير، ومش كل الناس عندها الوسائل دي. فلازم واجب الاعلام التقليدي ان هو يطور من نفسه عشان يحقق العمليه الديمقراطيه كويس. اثبت مكانك. كل انسان ليه طريقته الخاصه في التعبير عن رايه او وجهه نظره باختلاف وجهه النظر دي. ممكن الطريقه دي تكون في اغنيه او شعر او ندوه ثقافيه او فكريه او حتى لوحه. طرق التعبير المختلفه بيطلع نتاج ثقافي قوي، بيعبر عن اراء مختلفه في المجتمع، وده اللي بيكون له ثقافته. اثبت مكانك دارك شايفه الدليل. رغم ان كل واحد بيعبر عن رايه بطريقه مختلفه، الا اننا ممكن نجمعهم كلهم تحت سقف واحد. رغم اهميه المراكز الثقافيه، الا ان تجاهلها في مصر خلى صوتها مش بيوصل لكل الناس باختلاف ثقافتهم. الديمقراطيه اني اقدر اوصل صوتي للناس بحريه. انا شايف ان الديمقراطيه اكيد هتتحقق بشكل افضل لو قدرنا نخلق مكان يقدر يعبر فيه الناس عن رايهم بحريه ويوصل لكل الناس. احساسك ما بيتوصف. طبعا الديمقراطيه حاجه كل الناس دلوقتي بتطلب بيها. طبعا احنا محتاجين ديمقراطيه في كل حاجه، حتى انا اتكلم من الحته بتاعتي انا اللي هي الموسيقى. محتاجين يبقى في ديمقراطيه في التذوق الفني، يعني لو حد عايز يلعب موسيقى اي نوع موسيقى يلعبه هو حر، مش لازم يبقى مرتبط بنوع معين اجباري انه يلعب مثلا طرب او شرقي او كده. ممكن تلعب موسيقى روك، تلعب بلوز، تلعب لاتين ميوزك، تلعب موسيقى ملهاش لغه ملهاش جنسيه. وفي كل حته في العالم انت الحاجه اللي بتحسها هي اللي بتلعبها. ونتقبل بعض في الموسيقى بجميع اذواقها، وسواء راب اي حاجه، يعني نحاول نتقبل بعض ويبقى في يعني حرية اختيار. يعني انت مثلا بتحب الموسيقى دي تسمعها، ما بتحبهاش ما تسمعهاش، وهكذا.
مصر عدى عليها حضارات كتير جدا، حتى الحضارات اللي قامت في القاهرة كالإسلامية والفرعونية لم تستغر قيمتها الكبيرة كمورد اقتصادي ومصدر للفخر ومرجع للهوية، وما توثقتش بالطريقة الجيدة اللي تناسب ده. الديمقراطية أصلاً بتجمع قوتها من إن فئات كتير جداً من المجتمع باختلاف أشكالهم وعاداتهم تأثر في المجتمع، بحيث إن هي تملك في الآخر شريحة كبيرة جداً من الآراء والأفكار اللي تساهم في بناء المجتمع. عندنا في مصر أنواع كتير من البشر، سواء في النوبة، سواء مسيحيين، سواء مسلمين، بعضهم مهمشين، بعضهم بياخد صوت أكبر من حقه. في الآخر الديمقراطية عشان تتحقق لازم تجمع بين كل آراء الناس. فكرة التواصل الاجتماعي هي تطبيق مبسط للديمقراطية. السوشيال نتورك زي فيسبوك وتويتر ويوتيوب تشانلز لعبت دور مهم جدا في انها تجمع الناس ويشيروا افكارهم. غير كده كان ليها دور قوي جدا اجتماعيا لان دي وظيفتها اصلا، وسياسيا زي اللي حصل يوم 25 يناير واللي كانت اكبر خطوة على طريق الديمقراطية في مصر. قبل ظهور السوشيال نتوركس كانت القهوة هي العنصر الاساسي للحياة الاجتماعية في مصر، ورغم الظهور القوي للسوشيال نتوركس دي الا ان القهوة دورها ما قلش وما اختفاش. ليه؟ لان القهوة عندها حاجة مش عند السوشيال نتوركس، هي الايدنتيتي بتاعتنا. الديمقراطية لازم تخلي لها مكان الناس تمارسها فيه. الرياضة والديمقراطية بينهم حاجات مشتركة، عشان الاتنين ينجحوا لازم تحكموا في ثقافة وأخلاقيات من نزاهة وتقبل واحترام الآخر، والأفراد في الاتنين بيكونوا جزء من حاجة أكبر، ما تبقاش الأولوية فيها تحقيق أهداف شخصية قبل المصلحة العامة أو التوجه الجماعي لهدف معين. والتشجيع بقى ليه شكل تاني، الجماهير بقى ليهم كان خاص بيهم من خلاله بيقدروا يعبروا عن اللي جواهم، سواء كان بهتاف أو صيحة أو حتى لوحة، وكلامهم ممكن يبعد عن المجال الرياضي وبيبقى طريقة بيمارسوا بيها حريتهم. وزي ما الرياضة كانت وهتفضل من الحاجات القليلة اللي بتجمعنا، ممكن تكون بداية لبيئة ديمقراطية صالحة. أحلم وقبل ما أحلم الحلم يتحقق. الفن من أبسط صور التعبير عن الرأي، والعمل الفني يقدر يعبر عن فكرة، رأي، إحساس أو معنى. وفي مشاكل كتيرة بتواجه الفن في المجتمع المصري، زي عدم الوعي وقلة الثقافة الفنية والتجاهل. الفن عمره ما واقف على الإمكانيات، أنت ممكن تصور صورة أو تعمل فيلم أو حتى ترسم على حيطة، وظهرت دلوقتي وسائل كتير للتعبير عن الرأي زي الجرافيتي والسينماتوجرافي والديجيتال فوتوغرافي، الحاجات دي بتوصل أسرع للناس وأسهل. الفنان لو قدر يوصل لكل الناس باختلافاتهم، أنا في رأيي ده أكبر تحقيق للديمقراطية. التعليم هو أكبر مساهم في بناء المجتمع وتكوين شخصيته. Right Education هو اللي بيخلي الطالب يختار الهوايات والأنشطة اللي بيحبها وبيتعلم منها إزاي يعبر عن نفسه ويقول رأيه، لأن لما بيشارك بيكون رأيه الشخصي وبيتعلم ثقافة الحوار والرأي والرأي الآخر. لو حققنا ده في مدارسنا هتكون النتيجة أجيال متعلمة مثقفة قادرة على اتخاذ القرار والمشاركة الإيجابية في المجتمع الديمقراطي. صحيح حلمك اللي بات ساعة وقول اللي جواك افرق جناحك. حول أساسية للمواطن في ظل الديمقراطية هي السكن والتعليم والصحة. حال المنظومة الصحية في مصر متدهورة جدا، في فئة كبيرة من الشعب مش متوفر لها رعاية صحية جيدة. مع إن الموارد البشرية موجودة لكن نفتقد الأماكن والإمكانيات، والدولة لازم توفر نظام تأمين صحي يتناسب مع حجم السكان ويتواكب مع تطور التكنولوجيا للوصول للطب. أنا أعتقد الديمقراطية هتحقق لما الناس تحس إن حقها في الحياة مهم. العمران هو علاقة المباني والشوارع اللي بتعبر عن الناس وتلبي احتياجاتهم.
يعني مثلا في فتره الحداثه كانوا بيعملوا الماس برودكشن او الماس هاوسنج اللي ما كانش بتعبر عن الناس وبتلبي احتياجاتهم، على عكس الاسلامي اللي كان اورجانيك اوربن فابريك بتاعه كان بيعبر عن ثقافه المجتمع وعن شخصيته، من اول الحاره للشارع للساحه. العشوائيه مش اني اعمل حاجه بتعبر عني وتلبي احتياجاتي، العشوائيه اني اعمل حاجه ما فيهاش الهويه المصريه بتاعتي. انا شايفه ان الديمقراطيه هي ان العمران يعبر عني وعن احتياجاتي. بيوريتي، المدينه تبقى كلها سيمبل فورمز وسيمبل تايلز. فريدوم اوف سبيتش، الاوبن سبيسز تضمن حقنا في التعبير عن الراي. ايدنتيتي، زي ما حضرت النوبه قدرت تحافظ على الطابع بتاعها لحد النهارده. Accepting differences, sanctuary في إثري بتوضح فكرة الهارموني في الاختلاف. Revivalism، المبنى طور فكرة المشروبية إنها تفتح وتقفل على حسب الشمس بتعرضها المبنى. Justice، قاعات المحكمة في كل المبنى عبر عن القوة والفداية. Recycling، أعادوا استخدام خط سكة حديد وعملوا amusement park for community واستخدموا recycled materials زي الكاوتش وأجزاء أخرى من العربية. Equality، المبنى circular form واليونيتس كلها زي بعضها ومتعرضة للإنر كود. Power of Now، في المستقبل هنبطل نبني على الأرض وهنبني وحدات معلقة في سكاي سكريبرز. Technology versus Tradition، المبنى قديم في فيينا لما جاي يعمل extension للروف عمل هاي تك فورم. Unity versus Diversity، المبنى ده عمل يونيتي مع المباني اللي حواليه والواجهة اللي على المية اختلف. صوت الحرية خلاص اتنبح، كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف، كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف. يعني هي تطبيق مبسط للديمقراطية في أبسط مبسط الديمقراطية في أبسط صورها. خلينا مبسط الديمقراطية في أبسط صورها إيه؟ لأن هي بتخلق مكان للناس إن هي تتفاعل مع الأحداث. الميديا والإعلام، الميديا والإعلام، اس اس 1 2 3 الميديا والإعلام. يا بس عمي كان كاريزماتك نزلت يعني. الشوارع اللي بتعبر عن الناس وتلبي احتياجاتها. متهيألي كده روز بروز. لو حققنا ده في مدارسنا هتكون النتيجة أجيال متعلمة مثقفة. شفت أنا مثقفة، أنا قلت مثقفة. لو قدرنا نخلق مكان. بجد يلا والله عشان هنطلب فعلا. قبل المصلحه العامه او تحقيق هدف، فكره، راي، احساس، او حتى معنى، او حتى معنى ليك، او حتى معنى. ربنا يكرم. قط والعدل والسلام.